فرق صراحة لما أفوت مبنى الجامعة وأنا كطالبة وأفوتها بعد 5 سنين وأنا خريجة من هاي الجامعة. يعني هلأ وأنا برا كل خطوة عم بمشيها عم بتذكر كتير أشياء، بتذكر المحاضرات، المشاريع، بتذكر حتى مسابقات البحث اللي كنا نشارك فيها. يعني بالنسبة لي جامعة أبو ظبي كانت البيت الثاني، خلينا نقول فتتها كطالبة واليوم أنا سارة أبو حصيرة خريجة جامعة أبو ظبي اللي مبسوطة إني تخرجت من هالجامعة اللي أعطتني أكثر من العلم وأكثر من المعرفة، أعطتني المهارات اللي بدي إياها. واليوم أنا مساعد مدير علاقات العملاء بشركة وابر شاندوك للعلاقات العامة، أو مثل ما إحنا بنحكي بالإندستري أسوشيت أكاونت مانجر آت وابر شاندوك. بالنسبة إلي من أحلى الأشياء اللي صارت لما اشتركت بمسابقة بحثية وقال لي الدكتور المسؤول وقتها إنه عشان تكون مسابقتي قيمة سارة لازم يكون فيها خلينا نقول مقابلة، أو خلينا نقول يكون فيها شيء لقاء مع حدا معروف بمجال العلاقات العامة اللي هو المجال اللي أنا درسته بجامعة أبو ظبي. ورحت على المكان على الشركة وعجبتني، ولما صار وقت أني أنا أستكمل متطلباتي الجامعية وأعمل التدريب رحت على القسم المسؤول بالجامعة وفعلياً حطوني بالشركة اللي أنا بدي إياها، والشركة أنا مكملة معهم اليوم بعد 5 سنين. فجامعة أبو ظبي بالنسبة لي مش بس الجامعة اللي درستني، بس حتى الجامعة اللي حطتني بسوق العمل وبالمكان الصح. يعني هلا بتطلع بعد 5 سنين كنت عارفة حالي شو بدي من قبل ما أفوت الجامعة، اخترت التخصص الصح بالجامعة الصح وتدرست أو تعلمت مع الكادر التعليمي الصح. لما هلا بشوف طلاب عم بيمشوا بالجامعة نفسي أوقف قدام كل واحد فيهم وأحكي لهم استغلوا كل لحظة، ما تستعجلوا بالتخرج، استغلوا اللحظات الحلوة، تعلموا، استفيدوا من الدكاترة، استفيدوا من فرص التواصل اللي بتعطيها الجامعة، استفيدوا من الفعاليات اللي بتستضيفها جامعة أبو ظبي. الجامعة مش بس رح تعطيكم المعارف، الجامعة لما بدها تساعدكم عن جد رح تساعدكم حتى أنكم تفوتوا سوق العمل بعد ما تتخرجوا وتبلشوا مسيرتكم المهنية اللي أنا متأكدة أنه كلكم متحمسين تبلشوها. واليوم من جوا جامعة أبو ظبي بحب أهني الجامعة على مرور 20 عام على تأسيسها، وإن شاء الله لسنين كتير جاية من التقدم والنجاح للجامعة اللي أنا بحبها واللي عن جد اشتقت لها. أبو ظبي يونيفرسيتي 20 years of shaping the future.